ايه الحفلة اللي ما فيهاش حد غيرنا دي يا خميس بيه؟ ايه رأيكم في مراتي؟ ما فيش غيرها ولا ايه؟ والله كنت خايف ما تكفيش. لا ما تكفيش؟ ده احنا بنرقص معاه من الخوف والله. الحمد لله. يا خميس عايزين حفلة، عايزين ناس، عايزين نحس ان احنا حفلة. عيني حالا هجهز كل حاجة بسرعة يا خميس عشان خمسة وجاي حالا. مش ممكن يعني. عامل ايه يا ماهر بيه؟ عامل ايه يا جبر بيه؟ متخيل ان انا وانت اللي بقينا بهوات؟ امال مين اللي هيمسح في الحفلة؟ انا راضي ذمتك. انت عمرك ما هتبقى واثق في نفسك. ليه؟ لان انت مستحيل تبقى بيه وشكلك ومنظرك ولبسك وطريقتك وكل حاجة. انت مستغربنا انا؟ طبعا. وانت مقتنع ان انت بيه عادي؟ امال ايه؟ ايه مواصفات البهوات؟ انا فيا كل مواصفات البيه. اللي هي؟ عينيه خضرة، البيه بيبقى عينيه خضرة. وشه محمر وعنده شعر اشقر اصفر في خده. تخين مليان العز باين عليه. ده تامر هجرس، انت فين؟ انت من المواصفات دي فين؟ يعني انت عندك حاجة منها؟ لا ما عنديش. ده انت حتى لابس لبس بغبغان وواقف بتتكلم معايا. دي موضة السنة دي. موضة؟ انا غلطان اللي واقف مع بيه زيك. انت بيه انت تفهم حاجة؟ انا راجل مشتري جزيرة برا دلوقتي. مشتري جزيرة؟ انت اخرك تشتري فيلم الجزيرة وتتفرج عليه ولوحدك، ما حدش هيجي يقعد معاك. مش هقف معاك. انا عندي خميس بيه. خميس بيه؟ ايوه يا باشا بحضر الحاجه يا اكسبانس، ما تسيبنيش على الشغل دي.